بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أكرم الخلق أجمعين. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وهذا لدعمنا، وإن لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك. فيديو اليوم سوف نتحدث عن ملعب تيزي وزو الجديد، وإلى أين وصلت فيه آخر التطورات من أجل إعادة بعث الأشغال وإكماله، خاصة وأنه لم يبقى الكثير بعد أن تم فسخ العقد مع الشركة المكلفة ببناء الملعب، وهي شركة خاصة برجل الأعمال علي حداد، والذي هو حاليا في السجن، حيث تم تحديد الشركة التي سوف تستلم المشروع وتقوم بتكملته، وهي بنسبة كبيرة ستكون الشركة الوطنية للأشغال العمومية كوسيدار، والتي دخلت من أجل الحصول على هذه الصفقة. وستكون الشركة مكلفة بتكملة 15% التي بقيت من المشروع، حيث ما زالت التهيئة الخارجية للملعب، وكذلك بعض الرتوشات في الفندق، وبعض النقائص الأخرى التي ستكون في عديد المرافق. وستكون انطلاقة الأشغال الفعلية في منتصف شهر أكتوبر المقبل، أين ستعطى إشارة انطلاق تكملة الملعب الكبير في تيزي وزو، والتي من المرجح أن تدوم الأشغال فيها لمدة 6 أشهر، حيث تبقى أرضية الميدان والتي ستتكفل بها شركة خاصة مختصة في زرع العشب الطبيعي. وتأتي خطوة بعث مشروع ملعب تيزي وزو تكملة لمشروع الدولة الجزائرية في إكمال كل المشاريع الرياضية التي هي قيد الإنجاز، على غرار المركب الأولمبي ببهران وملعبه الجديد، وبعث ملعب الدويرة الذي توقف لمرحلة قصيرة، وانطلاق المرحلة الثانية لاستكمال ملعب براقي الجديد. إذن مبروك لكل محبي فريق شبيبة القبائل على عودة مشروع ملعب تيزي وزو للحياة من جديد، من أجل أن يكون المعقل الجديد للفريق الكناري، خاصة وأن الشبيبة مقبلة على المشاركة الإفريقية. هذا هو جديد ملعب تيزي وزو، نتمنى أن يكتمل هذا الصرح الرياضي الكبير في الأجال المحددة إن شاء الله. إلى اللقاء.